البداية حتكون مع مساحتنا الطبية فرح، وراح نسلط الضوء على الأمراض التحسسية عند الأطفال اللي عم تترافق اليوم مع بداية المدرسة، وأهمية الغذاء السليم. طبعا كل هالتفاصيل رح تكون مع الدكتور محمد وائل شحادة، ماجستير بأمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة، وماجستير بأمراض الكلى عند الأطفال. يسعد لي صباحك وأهلا وسهلا فيك صباحك دكتور. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم بلشت المدارس، ومن الأعمار الصغيرة للثانوي بمختلف المراحل العمرية. لما بنحكي نحن عن غذاء صحي متكامل، بنبدأ فيه من وجبة الفطور لباقي الوجبات، أهمية هي الوجبة برأيك دكتور، وعلى شو لازم تحتوي؟ أكيد. لا طبعا، وجبة فطور هي وجبة كتير أساسية للطفل، وخصوصا هو اللي عنده دوام، يعني حيكون بين 5 لـ6 ساعات. تمام. فنحن نحرص هون على وجود وجبة الفطور بالإضافة لوجود سناك بسيط خلال الدوام المدرسي، مشان يحسن الطفل يعوض كمية السكريات اللي بتنقصه بسبب النشاط أو الدراسة أو التركيز، ويحسن يتابع يومه بشكل سليم. وجبة الفطور الصحية بصراحة لازم يكون كمية السكريات فيها ما كتير كبيرة، يعني ناخذ 15% من السكريات، لانه السكر ممكن يسبب الدوار والدوخه عند الطفل لقدام، لانه بيشترك سريعا. يعني هو لو اخذ وجبه سكريه كبيره خلال ساعتين حيكون حرقها، فما حتعوضه بالكميه الكافيه من الغذاء. بنركز على بدائل بديله مثل الحليب، البيض، الشوفان، بيحتوي على كميه دهون جيده، ممكن تعوضه عن الاغذيه الثانيه. الخضروات ممكن تكون موجوده ضمن طبقنا الصباحي، بالاضافه للعصائر الخفيفه بدون سكر طبعا. معناه بتحس دكتور الطفل ما كثير بيتقبل الاكل اول ما بيفيق، يعني بده وقت لنقدر نحن نعطيه وجبه الفطور. فهيك نحن بنلاحظ انه اذا كانت مثلا مدرسه دوامها الساعه 8، الطفل يفيق 6، بحيث يكون غسل وشه، حسن يستعيد نشاطه، بلش انه يركز بوجبه الفطور تبعه. اما اذا يفيق قبل المدرسه بنص ساعه ربع ساعه، حيكون بده اي شيء صغير يرفع سريع ويمشي. يمكن هلا يمكن كل الامهات عم يعملوا فرح اللانش بوكس لاولادهم حتى يحطوا الوجبات المتنوعه بالروضات او حتى بالمدرسه. خبرنا دكتور اليوم، يعني كل الاهالي خايفين من الامراض الساريه بالمدرسه بتنوعها، اليوم خبرنا عن اهم الامراض اللي ممكن تنتقل بين الطلاب، الاشياء يعني، وكيف ممكن الوقايه منها. هلا بصراحة بموسم المدارس أكثر شيء عم نشوفه نحن دائما بنحرص عنه هو قمل الرأس. يعني القمل الرأس موجود، هو أكثر شيء عم نلاحظه حاليا بوجود المدارس اللي فيها اقتزاز كبير. صرنا بال 21 ولسه عم نعاني في من قمل الرأس. قمل الرأس بصراحة في حالات كثيرة عم تجي بقمل الرأس. هلا ليه شغلة إنه قمل الرأس ما هو بالضرورة يكون على المجتمعات اللي ما بتعتني بالنظافة كثير، لأنه هو بيجي عدوى. عدوى يعني مو الطفل هو اللي ما مهتم بنظافته، هي اجت عدوى من طفل آخر. عرفت كيف؟ وغالبا بنحرص احنا انه على بيجي من الشخص القريب له، لانه هو بنط نط القمل. عرفت شلون؟ فبيجي من الطفل القريب له. الحالات الثانيه بنلاحظ التهابات كبد اي طبعا، كمان موجود الريقان بسموه اليرقان بالعاميه. صحيح. فهذا كمان عم نلاحظه كثير احنا بسبب انتقاله عن طريق الحمامات المدرسيه او حنفيات المياه. الامراض الثانيه عم نشوف السعال، العطاس، الرشح القريب العادي. طبعا بالاضافه لحاليا وجود متحور دلتا الهندي اللي عم هو فيروس شديد سرايه مع الاسف ضمن المدارس. بيصيب الاطفال؟ المتحور دلتا عم يصيب الاطفال، اي نعم. دكتور اذا بدنا نحكي عن الجانب اللي بتحرص اغلب الامهات انه يكون موجود، هو العنايه دائما بنظام غذائي بقوي الجهاز المناعي عند الطفل. خلينا نعرف من حضرتك شو هي الاغذيه، اهم الاغذيه سواء بالفطور مثل ما حكينا وجبه الغداء، العشاء، وحتى السناكات، شو بتفضل كمان دكتور نبعد عنه عند الاطفال؟ ليش هي الاغذيه، هي الوجبات السريعه هي تخفض المناعه، هي ما لها رافعه مناعه، يعني البرجر والسكالوب والاغذيه السريعه هي خافضة المناعة بسبب وجود الدهون فيها الغير مشبعة. تمام. فهذا الشيء بيؤدي لخفض مناعة عند الطفل. الطفل غذاء صحي وسليم هو الطفل بيعتمد على العسل، بيعتمد على الشوفان، بيعتمد على، نحن كثير بنركز على مصل اللبن، مصل اللبن فيه مواد رافعة على المناعة بشكل جيد. العكبر، سكاكر العكبر كمان رافعة المناعة. الثوم والبصل مع انه هو الطفل بيكره طعمتهم اكيد، يعني حتى البالغ بيكره طعمتهم، بس هن فيهم رافعات مناعة بشكل جيد جدا. هلا جايين على موسم بردقان وليمون وفيتامين سي، يمكن كثير مهم كمان فرح نعطيهم للاطفال. طب خبرنا اليوم اذا لا سمح الله صار في عنده الطفل اي عارض من الاعراض، كيف ممكن تكون الاسعافات الاوليه للام، وشو الاخطاء الشائعه اللي بتوقع فيها الام لما تعطي دواء لطفلها؟
تمام. هلا نحن اول شيء بننصح الام انه هي ما تعطي اي ادويه انتيبيوتيك او ادويه ترشح من عندها، يعني مو والله هذا دواء رشح مرض اخوي رد اعطيه اخوي. اذا ولد عم يسعل دغري بيعطوه دواء سعلي، هذا بجوز يكون خاطئ، بجوز يكون خيار كثير سيء، لان السعال اللي فيه مواد بلغميه مواد قشع ممكن يسوء بمضادات الاحتقان. فنحن هون بدنا نعرف اول شو التشخيص، مو الغايه من زياره الطبيب هو الدواء، الغايه التشخيص. فانا لازم اعرف بالضبط ابني شو مرضه وبعدين بحطه على الدواء اللازم له. تمام. مو بالضروره الدواء اللي استعملته لطفل نفسه يتكرر عند الطفل الاخر، لانه بجوز حالته غير حاله اخوه او غير حاله الطفل الاخر اللي عم كرر الدواء عليه. نعم. اي الام اول شيء حراره، اي حراره عم تلاحظها الام، فنحن لازم هلا ناخذ محمل جد، ما عاد فينا نحن نقول والله نعطيه استامول ويلا بتروح لحالها، لانه الامراض حاليا كثير منتشره وفي منها خطير لمتوسط خطوره يعني. فبنحرص احنا اي وجود رفع حراري، اي انهاك عند الطفل، طفل متعب واهن، اول شيء يكون ممكن اذا حكينا غياب عن المدرسه وراجع الطبيب خلال فتره الصباح، يعني خلال فتره المدرسه، ما نستنى لبعدين. تمام. حكيت دكتور عن نقطه كثير مهمه، انه نحن مجرد ما حسينا بترفع حراري عند الطفل او اي خمول تعب وهن سعله، اول شيء نعمله انه ما يروح على المدرسه لحتى نضمن احنا يمكن ما ينعدوا رفقاته. هي نقطه دكتور قديش مهمه انه نحن نحرص كمان على صحه زملاء ابننا، نحن مو بس المهم انه نحن نبعث ابننا على المدرسه. هلا هي خطوه، يعني بصراحه لاحظت انه في بعض المدارس او بعض الروضات ما مشكورين، يعني كان في عندهم اخصائي او طبيب متعامل مع الروضه بحيث انه اي طفل حس انه وضعه الصحي ما بيناسب يكمل دوامه لا بيبعتوه على البيت، يعني بيقولوا انه الطفل هذا يداوم، مو بالضروره احنا لا نداوم نزعج الكل نعدي الكل مشان الطفل مريض ممكن بيوم يومين يتحسن يرجع يكمل نشاطه بشكل افضل. فلا نحن لازم نحرص انه الطفل المريض ما يكمل الدوام بالمدرسه. تمام. نعم. طيب خبرنا دكتور، اليوم دائما رفع المناعه عند الطفل صعب لانه ما بيتقبل اي شيء، دارج هلا بعض الفيتامينات يعطوها للاطفال، بعض مقويات المناعه، هل كمان بتلاقي انه تكون عشوائيه ولا تكون مدروسه حتى الكميات؟ يعني عم نشوف امهات عم يعطون فيتامين سي، عم يعطون اوميجا 3، عم يعطون بي 12، خبرنا شو عن الاوميجا 3 كويس بزيد حسن الذاكره، بحسن الاستيعاب عند الطفل، بحسن اداءه المدرسي، فهي من الاغذيه اللي نحن بننصح فيها. طبعا هي من الاخير هي بجان غاليه الثمن، فاللي عنده قدره يجيبها ما في مشكله منها بالنسبه للاوميجا. فاتحات الشهيه الفكره انه انا بيهمني الطفل شو عم ياكل، يعني اذا الطفل عم يركز على البسكويت والشوكولا والشيبس فانا عدو اعطيته فاتح شهيه حياكلها كميات اكبر، ما حياكل غذائه الصحي، فبالتالي ما استفدت من فاتح الشهيه انا. فيتامين سي كويس جدا للطفل، بس نحن بنحرص دائما على البدائل الطبيعيه، يعني انا فيني اعطي الطفل بديل طبيعي، لا خليني اعطيه البديل الطبيعي له كفيتامين سي. شربات الحديد مثلا، نحن الحديد عم ممكن يكون احيانا عم يأذي اسنان عند الاطفال، عم نشوف تصبغات على الاسنان، فانا اعطي حديد بدون ما يكون في نقص حديد ما كثير بنصح فيه بصراحه. او ما لاحظنا عند الطفل حالات بتدل انه في مظاهر نقص حديد عنده، بنلاحظ انه الطفل ببلش تلاقيه انه عم ياكل التراب او دهان او المحارق او ورق، بتحسي انه بتيجي هيك شكاياته، طفل نزق عصبي كثير ما بتحبك كثير بالبيت، بتلاحظي الطفل اداءه المدرسي كمان تركيزه سيء، هي كلها من اسباب نقص الحديد. نعم. ونحن هون بنحرص انه معايره مخبريه وبعدين نعطي التعويض اللازم لهذا الطفل. كمان دكتور بنحكي دائما عن التحاليل اللي لازم تكون كل 6 شهور اذا بدنا نقول للطفل في حال كان ما عانى من اي مشكله او عارض صحي، وفي حال نقص الحديد او نقص فيتامين د اللي هن يمكن اكثر شيء بنشوفهم عند الاطفال، هدول النوعين من الفيتامين، قد ايه بتشوف مهم المراقبه الدوريه لتحاليل الاطفال وكل قد ايه بتنصح فيها؟ هلا تحاليل مثلا مثل الكالسيوم، الحديد، الفيتامين د مثل ما تفضلتي، هي بصراحه ما عم تنقص بس عند الاطفال، عم تنقص عند الكل، يعني هلا نحن نعمل ناخذ شريحه من كلنا من الشعب، فمعظمنا عندنا نقص فيتامين د مع الاسف، يعني لانه بجوز ما في تعرض كافي للشمس، طبيعه الغذاء ما عم تكون مناسبه لهذا الموضوع، فالغالبيه العظمى عندنا صافي عندها نقص فيتامين د. بتلاحظ بدول العالم اللي ما في تعرض شمس كافي بيعطوا فيتامين د للاطفال لحديت اعمار متقدمه 5 و6 سنين لو ما عندهم تحليل او لو ما عندهم نقص. فهون نحن الحديد يفترض يتعالج كل ست شهور للسنه. اذا عم يتعالج الطفل بعد 3 شهور من عالج الحديد، يعني لانه ما حيرتفع الحديد قبل 3 شهور. السكر يفترض نعالجه لو انه مره عشان نطمن انه في نقص سكر او ما في.
الكالسيوم الحديد، السي بي سي عشان الخضار والطفل ممكن تطمع عنه بشكل روتيني. اما التحاليل الثانيه مثلا ما مصفيه الا لحالات انه شكينا في ضخامه لواز، ممكن نطلب الاسلو، في تصبغات او في فوليات عند الطفل ممكن نطلب صفيحات، هي حسب حاله الطفل. وانت بتنصح دكتور بابره فيتامين د الابره؟ لا فالابره الفيتامين د احنا متى حكينا انه ما بنعطي احنا ابره بدون ما يكون في تشخيص، يعني اذا انا الفيتامين د مو ناقص ليش بدي اعطي ابره فيتامين د؟ مو كل طفل مثلا تاخر بمشيه او كل طفل ما طلع اسنانه احنا لازم نعطي فيتامين د، تمام؟ في كثير اطفال بيتاخروا اسنانهم لبعد السنه وما عندهم. يعني تنصح فيها دكتور عند النقص الحاد بفيتامين د؟ عند النقص بفيتامين د، يعني انا ما بنعطي فيتامين د الابره الا لنحلل لحتى نشخص في نقص فيتامين د ساعتها بنعطي. نعم دكتور، يمكن كمان الهم الكبير عند الامهات وخاصه لما يدخلوا اولادهم على المدرسه انه ابني اقصر من غيره من الاولاد او اضعف من غيره من الاولاد، في اطول منه، في كذا، في مقاييس معينه لا حتى فعلا يكون الوزن والطول له طبيعي عند الاطفال تعرف الام حتى تخبرهم وتطمنهم؟ لانه هذا دائما السؤال اللي بينسال عند للمدرسه انه ليش ابني اقصر من غيره او شيء. هلا الفكره نحن بمخططات النمو عند الاطفال نحن بنحرص الطفل يكون ماشي على خط الخمسين. هلا شو معناته خط الخمسين؟ يعني 50% من اقرانه اكثر منه، 50% اقل منه. فهو جاي بالنص، فنحن بهم انه الطفل اللي ماشي على خط الوسط هذا طفل جيد وطوله جيد، لو بجوز ما كان هو عملاق مثل رفيقه، بس بالنهايه هو طوله جيد، فنحن هون ما بنعطي اي علاج ولا بنعطي اي دواء ابدا. لا اطفال كثير نحاف دكتور، الاطفال يعني كثير اطفال ناعمه كمان، في اطفال مثلا هن وزن ولادتهم قليل او هن طول هن مثلا اجوا قبل الشهر الثامن او الشهر السابع، فهذا حيضل لفتره معينه هو اقل من اقرانه، يعني حتى يلحق باقرانه ممكن بالسنتين بالخمس سنين حتى بلش يلحق رفقاته، بس هو بفترات اللي قبل هي حيضل حجمه صغير. يعني شو ما عملنا لهم فهو حجمه صغير، انه ولد صغير اساسا. بس كمان دكتور بنشوف بعض الاطفال يمكن عندهم فرط نشاط او حالات حركه زياده بتكون اكثر من غيرهم، وبنشوفهم يمكن ما بيعانوا من اي مشكله صحيه او حتى خمول لكن وزنهم قليل، وهون يمكن اوقات بنشوف في حالات خوف عند الام انه انا لازم يكون وزن ابني اكبر، الوزن الطفل ممكن يكون مؤشر على صحه الطفل او لا؟ هلا بالعكس اكيد احنا المؤشر الوحيد على صحه الطفل وسلامته هي محيط منتصف العضد ووزنه. يعني اهم مشعل على صحه الطفل الجيد هي وزنه وطوله. تمام. والا شو كيف بندل ان الطفل جيد او طفل مو ماشي بشكل تغذيه صحيح؟ الوزن والطول. بس مثل ما قلت لك انا في انا طفل ماشي على خط مئوي 50% فهو طفل جيد بالنسبه لي. يعني احنا مثلا الطفل خلينا نقول مثلا عمره 4 سنوات هذا يكون طوله بالمئة تقريبا. اجى 110 فهو عنده طول زايد، اجى 90 فهو عنده طول ناقص. تمام. نحن بهمني انا اكثر من الطول الحالي سرعه نموه. يعني انا ابني مثلا عم يزيد كل سنه 5 سم فهو ماشي جيد. لو كان طوله 90 او كان طوله 80 عم يزيد كل سنه 5 سم ما بيدل على مشاكل ثانيه، فهو اموره بخير. ممكن بعد فتره ياخذ شبه النمو ويرجع يطول ويلحق برفقاته. والوزن كمان فينا نقول انه هو معيار مثله مثل الطول الوزن. اللي هو؟ الوزن. الوزن الوزن في عم بلا في عندي اطفال مثلا من سنتين بيكون ب 13 ب 12 ب 5 سنوات بده يكون كمان 14 15 يعني شو الوزن الطبيعي لمثلا سن 3 سنين 4 انه بس خبرنا في وزن اوفر حتى الام تدير بالها كمان او وزن طبيعي او نحافه شديده هي هون بالوزن في الام بي تلاحظ الشخص البدين واضح انه شخص بدين اما الطفل اللي وزنه قليل كمان واضح انه طفل وزنه قليل بس هون نحن بالحالات الوسطيه مش كثير بكره بيقلب طول يعني ما كثير لما هاد بتقول بكره بيقلب طول يعني صح؟ لا على فكره هي مقوله مو صحيحه مو صحيحه انه الشخص اللي وزنه منيح وكحي هي رح يطول لا مو صحيح هذا او انه صحه هي صحه وسلامه جسديه كمان صحة الزايده ما لنا سلامه جسديه ابدا لانه هذا الطفل معرض بالمستقبل للسكري معرض لارتفاع الشحوم والكوليسترول نحن بهمنا الشيء الوسطي يعني الطفل اللي اخر وزن وسطي هذا اهم شيء بالنسبه لنا الطفل مثلا عمره 3 سنين 4 سنين بيكون وزنه 13 14 هيك وزنه هذا سليم هيك وزنه جيد عم يجيك كل سنه كليه عم يجيك كل سنه كليه فهذا الشكل جيد كمان هون اوكي نحن ماشيين صح اما في اقل من هيك او اكثر من هيك فلا نحن هون بحاجه لاستشاره الطبيب وتعديل النظام الغذائي او اضافه فيتامينات هون حكيت يمكن زينب نقطه كثير مهمه للاسف البعض غافل منها هو البدانه بعمر صغير اذا قلنا عمر الخمسه والسته بنشوف فعلا اوزان كثير زائده واهمال من قبل الاهل على امل انه هذا الشيء له بطول على امل انه هي صحه جسديه تحمي من كثير من الامراض خلينا نوضح شوي هي الفكره وفي حال وجود البدانه شو التصرف السليم
بهي الحاله. هلا على فكره ليش شغله انه مو معناته الطفل البدين هو الطفل غذائه جيد، انا بشوف كثير اطفال بدينين وغذائهم سيء، يعني عندهم نقص حديد وعندهم نقص كالسيوم وانه وزنهم منيح. تمام. فالبدانه ما لها مؤشر تغذيه جيد. تمام. البدانه هي بتزيد على حساب الشحوم، والشحوم معظم اسبابها هي السكر وكوليسترول ودهون. انا وهذا غذاء ما بدي اياه كثير للطفل، يعني ما بدي الطفل ياكل سكريات كثير. تمام. بدي بالمقابل انه الاغذيه المفيده فعلا اللي هي فيتامينات والخضروات هي ما بزيد الوزن وبتزوده بفيتامينات اللازمه. البدانه عند الاطفال صراحه حتى بامريكا كان في دراسات انه البدانه بعمر 5 سنوات هي مؤهب للسكري عند الشباب والسكري البالغين مع الاسف. الطفل ما فيني اعمل له ريجيم انا، لانه بالنهايه الطفل متحكم بغذائه وهو عم ينمو وعم يطول. فانا بيهمني هون انه احرك نشاط الطفل، بجوز الطفل يكون عنده خمول، عنده بلاده، عنده بطء بالتفكير، فانا هون لازم احسن من نشاطه الحركي. نعم، نحن بنتشكرك دكتور على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وان شاء الله كل الامهات والاهالي يكونوا استفادوا من هي التفاصيل. شكرا كثير لحضرتك، اهلا وسهلا. كل الشكر لك دكتور للمعلومات اللي قدمت لنا اياها.